لكشف الحقيقه واسقاط الروايه الاسرائيليه الزائفه والخادعه والتي زورت وفبركت فيديوهات وصور حتى وقع رئيس اكبر دوله بالعالم بايدن في مثل هذه الخطيئه في فخ الفبركه في هذه الخطيئه ووقعت اكبر وكالات وفضائيات انباء على مستوى العالم في هذه الخطيئه لتخرج وتعتذر ويعتذر البيت الابيض عن هذه القضيه. وهذا لم ياتي بالصدفه بل جاء بنتيجه جهد اعلامي عربي. وهنا اسجل كل التقدير لكافة الفضائيات العربية وسائل الإعلام العربية التي لم تترك لحظة إلا وكانت ناقلة للحدث.